اهلا بحضراتكم من جديد. انتهت الجوله الثالثه لفريق السيدات في دور المجموعات بفوز بريميرو دي اغوستو 31-15 على النادي الاهلي. الحقيقه قبل ما اروح يعني للكلام عن المباراه، في بعض الامور اللي عايز اوضحها. دي اول مشاركه للنادي الاهلي، فطبعا من فتره طويله مشاركه جديه، يعني مشاركه باستعداد، اول مشاركه كل البنات اللي في الملعب صغيرين. طيب الحاجه الثانيه عايز اوضحها، رئيس الاتحاد الافريقي منصور ارينو طلب الفرقه دلوقتي في الفي اي بي. ليه؟ عشان يشد من ازرهم، لانه حس ان البنات محبطين، فهو اكيد هيقول لهم ايه من غير ما اعرف، هيقول لهم دي اول مشاركه ليكم، برافو عليكم اللي انتوا بتعملوه، واحنا الحقيقه بنقول لهم برافو عليكم اللي بتعملوه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، في كتير جدا من جماهيرنا بعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، قالوا لنا او سالونا او تواصلوا معانا ليه التايم مش على الشاشه. اولا اللي بينقل او اللي نقل الماتشين اللي فاتوا كانت وحده التلفزيون، الوحده الخارجيه للتلفزيون، والوحده الخارجيه للتلفزيون ما فيهاش جرافيك. احنا بناخد من عربيه التلفزيون، عربيه التلفزيون ما فيهاش جرافيك، فما بتقدرش تذيع الوقت، لان عشان تقدر تنقل الوقت يبقى على الشاشه لازم تاخده من العربيه، العربيه ما فيهاش جرافيك، فاحنا مش قادرين ناخد من عربيه التلفزيون الوقت. دي نمره واحد. نمره اتنين، ما نقدرش نحط وقت من عندنا، لان الوقت بيشتغل ويقف حسب الترابيزه، فلازم ناخد الوقت من الملعب. فطبعا الموضوع ده المسؤولين في القناه، مسؤولين الاخراج والتصوير، بيحاولوا يحلوه مع عربيه التلفزيون، ولكن التقصير مش من عندنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ماتش النهارده احنا زايعينه بكاميراتنا. ليه؟ لان مفيش ابراج تصوير جوه الصاله المغطاه رقم اتنين، ولو تفتكروا حضراتكم احنا ما زعناش ولا ماتش في الطايره رجال ولا سيدات من هذه الصاله، لان كان صعب جدا تحط كاميرات تقيله من غير ابراج. هو ده اللي حصل النهارده. رحنا وعشان ننقل مباراه السيدات ونكون حريصين ان المباراه الناس تشوفها وجمهور النادي الاهلي يتابعها، اصرينا ان احنا نذاعها بكاميراتنا. الامكانيات مش كبيره، ولكن على الاقل الماتش اتذاع هوا. فالحقيقه دي ثلاث نقط اللي كنت عايز اوضحهم قبل ما نبتدي. دي صوره حيه، طبعا الدكتور مدحت البلتاجي ورئيس الاتحاد الافريقي منصور ارينو بينتظر اللاعبات زي ما قلت لحضراتكم عشان يجتمع بيهم. ليه؟ انا يعني من غير ما اقول ومن غير ما اعرف، هو عايزهم عشان يقول لهم يعني ما تزعلوش، النتائج يعني ممكن تكون مش كويسه، بس انتوا فريق صاعد، بدليل ان فريق 98 وفريق 2000 اخذ بطوله افريقيا، ودول اغلب اللعيبه اللي لعبوا في المنتخبين. خليني طيب الاول برضو ارحب بضيوفي، بالكابتن حسناء معوض نجمه النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن المره الثانيه. اهلا بحضرتك. برحب بالكابتن سلوى محمود، اهلا بك يا كابتن المره الثانيه. انا وبعتذر للساده المشاهدين، عندي دور برد بسيط، بس طبعا على قدر استطاعتي ان شاء الله بحاول اوصل لكم المعلومه. كابتن حسناء.